السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي، مرحبا بكم في موضوع اليوم. هاتف كزياومي 11 5G الجديد سيكون متوفر إن شاء الله في البلدان العربية. الأشياء الموجودة في هذا الهاتف أشياء خرافية والتي ستعجب جميع أصحاب الألعاب الإلكترونية، أصحاب الفيديوهات، وكذلك خفة هذا الهاتف بالنسبة للوزن فإنه خفيف مقارنة بالهواتف التي قمت بتجربتها مسبقا. أما بالنسبة للكاميرات، يحتوي على 3 كاميرات. الأولى كاميرا تحتوي على 4K، وكذلك الثانية تحتوي على 1080، والثالثة فهي ستابيليزاتور تقوم بالتقاط الصور السريعة بدون ضباب. أما الشيء الجديد في الهاتف هو الصوت الأسطوري بالنسبة لي، يحتوي على 6 مخارج الصوت وكذلك الأوديو بجودة عالية، ويدعم الشحن السريع الكايبل تيب سي. أما بالنسبة للبصمة فإنه يحتوي على بصمة كذلك هنا، وكذلك يحتوي على الفايس اي دي. ها هو الفايس اي دي، يحتوي على الفايس اي دي. أما الآن سننتقل إلى الإعدادات الخاصة بالهاتف والمواصفات الداخلية للهاتف. كما ترون أن هنا يحتوي هاتفنا على الإصدار الأخير 12.5، وكذلك آخر إصدار بالنسبة لهواتف شاومي. والشيء الرائع هنا أنه فيه إعدادات رائعة. سندخل إلى تولي سبيسيفيكاسيون عفوا. كما ترون لدينا 8 جيجا في الرام، وكذلك أوكتو كور ماكس 2، وهو بروسيسور رائع جدا بالنسبة لأصحاب الألعاب الفيديو، أي لمن يحب الألعاب الموبايل، لأنه سيكون أسرع في الحركة وبدون لاج وبدون مشاكل. حسنا، هذه هي الإعدادات الخاصة بهذا الهاتف، وكذلك أنه هاتف رائع جدا و خفيف ويدعم شاحن سريع، وعمر البطارية مرتفعة. لا شك أنه أحسن هاتف، وأنا أنصحكم به لتقتنوا هذا الهاتف، لأنه أحسن هاتف قمت بتجربته وراء الآيفون. الآيفون يبقى أحسن هاتف، ولكن هذا الهاتف كزياومي نفس المواصفات مع الآيفون بالنسبة للإعدادات، وكذلك السرعة، وكذلك جميع المواصفات الرائعة. كما ترون هنا أن الكتابة يمكن قراءة بمساحة كبيرة بالنسبة لمحبي قراءة الكتب عبر الهاتف، لأن الدياميتر الخاص بالهاتف كبير بدون النزول والصعود، ويمكنك اكتشاف الكثير من الأشياء في هذا الهاتف. حسنا، سننتقل لتجربة بعض الألعاب في الهاتف. حسنا، سنجرب لعبة فري فاير لرؤية جودة الهاتف.
حسنا أصدقاء، هذا يكفي، نريد تجربة فقط. الآن سأدعكم في أمان الله، ولا تنسوا ترك لنا تعليقاتكم الجميلة، ولا تنسوا دعم القناة باشتراك وإن كنتم غير مشتركين فاشتركوا، ولا تنسوا لايك، وإن كان لديكم تعليق فيمكنكم وضعه هنا في أسفل الفيديو إن شاء الله، وسنجيب على جميع تساؤلاتكم. وإلى اللقاء يا أحسن المتابعين في العالم.